بون ميو تيتر، الجزائر وحده موحده. اولا اصرح من المنبر هذا حسب معلومات مثبته وقرار كلاسيفيه بلوتو رابور، تقرير كلاسيفيه سكري ديفونس بالعربيه ماشي باش نقولها يعني سكري جدا و سري جدا ولا فوق السري ولا حاجه هكذا، المهم الشعب فهمني. مخطط، وش يقول هذا المخطط؟ المخطط هذا يقول باللي مشكل الثورات في الجزائر حصر في منطقة معينة، منطقة القبائل. التقرير هذا سري جدا، يقول للأقدام البيضاء، لكن حبيته تكونوا مريحين على 200 سنة تخلصوا من منطقة القبائل بخلق دويلة قبائلية منفصلة عن الجزائر الأم. وفي هذه الحالة هدف رقم واحد تتخلصون من أهم عنصر ناشط في المجتمع الجزائري من ناحية النضال السياسي من أجل دولة العدالة والديمقراطية اللي هي منطقة القبائل. اثنين، تتخلصون من 70% من الجالية الجزائرية الموجودة في الخارج اللي هي من أصول قبائلية. ثلاثة، خلق هذا المشكل في الناحية هذه يعطيكم 10 سنين مداولات تشغلوا بها الرأي العام وتقدروا تستغلوا الجزائر كما حد. رقم ربعة، نوعية الطلاب في منطقة القبائل عندها وعي سياسي كبير، والنتائج الدراسية في منطقة القبائل أحسن من عموم مناطق الوطن. دونك خطر على الأقدام البيضاء وعلى الإستقرار الحديث المتسلط على الجزائر. تخلصوا من هذه المنطقة بتشجيع الانفصالية فيها، يكفل لكم التحكم في باقي الجزائر. متى نوضح للشعب الجزائري ما هي باقي الجزائر؟ الشمال ما يهمهمش، الواجهة البحرية ما تهمهمش، وحاسي الرمل وحاسي مسعود وحاسي الزهرة وحاسي خيرة ما يهمهمش، تهمهم الثروات الموجودة في أقصى الجنوب وين ما كانش جزائري واحد. مناطق شاسعة جد غنية يريدون الاستغلال نتاعها. بصح كيفاه يقدروا يستغلوها بلا ما الشعب يفيق؟ اولا بالجهد على حمايه هذه المناطق بالجماعات الارهابيه المتواجده في الساحل حتى تكون مناطق ممنوعه للامن، وتيجي شركات تستغل هذه المناطق خارج نطاق النظم العالمية الإيكولوجية شراكة مع الأقدام البيضاء وأصحاب المصالح في الجزائر. يعني السلطة المتسلطة على الجزائر حتى من الشيطان قالوا إني بريء منكم، إني أخاف الله رب العالمين.
Rahmani, ce que vous venez de dire est très grave. J'assume non, ce que je viens de dire. Je sais que vous assumez. J'espère, cher Jazair, ou les femmes, ils fahem, les mafhemch. Parce que c'est. En fait, ils veulent les occuper par une division qui va durer effectivement 10 ans ou la plus. Et eux, ils vont exploiter le sud. Exactement. D'accord. أهم شيء من أجل إحباط pour contrecarrer les plans de ces néocoloniaux, il faut que le peuple reste soudé. Ne touche pas à ma Kabylie. أنا القسنطيني منطقة القبائل بلادي et Constantine بلاد القبائل أنا الوهاني la Kabylie بلادي وهران بلاد القبائل أنا من طمنراست et la Kabylie m'appartient et j'appartiens à la Kabylie c'est un même peuple شعب واحد بربري اللسان أمازيغي اللسان أم عربي اللسان لكن دم واحد عرق واحد جزائر وحدة موحدة سياسة فرق تسد ما لازمهاش تمشي في الجزائر اي ألجي ني با برلان اي كوتا بقرة الأركان Non, moi, je ne m'arrête pas comme ça parce que ça, ça ne fait pas. Écoutez l'état-major AMP. L'Alger n'est pas Berlin. Elle ne sera jamais Berlin. À bon entendeur. Alger n'est pas Berlin. Amor a dit que c'est Berlin. Amor a dit que c'est Berlin. Amor a dit que c'est Berlin. اللي وحدها ماسينيسا ما يفرقها تبول allez-y si vous avez des questions on va voir les questions des internautes parce que j'espère qu'ils ont compris et qu'il est temps de constituer une représentation parce qu'il est temps d'agir je pense que parce que cette route C'est Rahmani, elle ne date pas d'hier. Non. Elle ne date pas d'hier. D'accord. Donc, c'est un rapport classé top secret, voilà. Secret défense, qui date de plus de 30 ans. D'accord. Donc, pour et eux, qui est mis en exécution maintenant. D'accord, 30 ans après. Elle a de Gaulle. De toute façon. Donc, parce qu'ils ont vu que Chab Mouahed, il est temps de réagir.